النشرة الرياضية من الميادين، أهلا بكم. للمرة الأولى في تاريخه يحرز منتخب سلوفينيا ذهبية كأس أمم أوروبا في كرة السلة بعد انتصاره على منافسه الصربي في النهائي الذي أقيم في إسطنبول. بفارق 8 نقاط حسم سلوفينيا لقب البطولة في ظل تألق نجمها غوران دراجيك صاحب النقاط 35، بينها 20 نقطة في الشوط الثاني، وذلك في المباراة الأخيرة له قبل الاعتزال الدولي. لاعب صربيا قاتلوا حتى النهاية لاستعادة التقدم، فنجحوا في مهامتهم في الربع الأخير، لكن لاعب ريال مدريد أنتوني راندولف سجل نقاطه الحاسمة في الدقائق الأخيرة. هذا ولم تذق سلوفينيا طعم الخسارة طيلة البطولة. وبالنتيجة النفسية حسمت إسبانيا المركز الثالث على حساب روسيا. باو غاسول قاد الماتادور إلى إحراز الميدالية البرونزية بتحقيقه ثنائية مزدوجة مؤلفة من 26 نقطة و20 متابعات. مباراة تحديد المركزين الرابع والثالث شهدت أيضا اعتزالا دوليا لقائد المنتخب الإسباني خوان كارلوس نافارو. البرونزية الأوروبية هي الرابعة في تاريخ إسبانيا، علما أنها حصدت اللقب في 3 نسخ سابقة وكان آخرها عام 2015. بطولة أوروبا لكرة السلة شهدت اعتزال نجوم على مستوى العالم وعلى رأسهم قائد منتخب إسبانيا خوان كارلوس نافارو. اللقاء بين نجمي إسبانيا في غرفة تبديل الملابس سيكون الأخير بينهما. قائد المنتخب خوان كارلوس نافارو ودع صديقه باو غاسول كما باقي زملائه، عانق للمرة الأخيرة الميدالية البرونزية لتكون آخر قطعة تدخل إلى خزائنه المكللة بالذهب والفضة أيضا. اللاعب التاريخي لنادي برشلونة يترك الماتادور بعد 17 عاما من اللعب الدولي، أعوام طويلة كانت شاهدة على التتويج بكأس العالم وأوروبا وفضيتين في أولمبياد لندن وبكين لتكون الحصيلة 10 ميداليات. الاعتزال الدولي عن عمر 37 عاما يأتي قبل مشاركته في استفتاء انفصال كاتالونيا عن إسبانيا في الأول من الشهر المقبل. حسم اللاعب الملقب بالبومبا مصيره على عكس مواطنه باو غاسول أحد الركائز الأساسية من جيل 1980. الشمعة 37 أطفأها غاسول أيضا من دون تأكيد اعتزاله اللاعب الدولي. نجم سان أنطونيو سبيرز لم يخفي نية المشاركة في كأس العالم والألعاب الأولمبية، لكن الأولوية هي لمسيرته المتبقية في NBA. كأس أمم أوروبا شهدت اعتزال قائد منتخب سلوفينيا غوران دراكيتش، لكن اللافت أنه يغادر وهو في قمة عطائه عن عمر 31 عاما. دراكيتش اختير أفضل لاعب في كأس أمم أوروبا ليتوج بذهبية القارة العجوز للمرة الثانية في مسيرته بعدما حصد اللقب عام 2004 مع منتخب الشباب. في إسبانيا عاد ريال مدريد من أرض ريال سوسيداد ب3 نقاط نظيفة ضمن الجولة الرابعة من الدوري المحلي. لاعب الملكي داني كارباخال هنأ زميله بورخا مايورال صاحب هدف الافتتاح لينهي ريال مدريد اللقاء ب3-1 ويرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع وبفارق 4 عن برشلونة المتصدر. حامل اللقب كان قد سجل تعادلين في انطلاق الليغا أمام ليفانتي وفالنسيا. بروسيا دورتموند إلى صدارة الدوري الألماني بعد اكتساحه ضيفه كولن في الجولة الرابعة من البونسليغا. صاحب الأرض وقع على انتصاره بخماسية نظيفة حملت توقيع ماسيميليانو فيليب وبيير إيميريك أوباميانغ بتسجيلهما الثنائية، وأضاف المدافع اليوناني سوكراتوس هدفا وحيدا. دورتموند رفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب بالتساوي مع هانوفر في المركز الثاني، في حين يحتل حامل اللقب بايرن ميونخ المركز الثالث ب9 نقاط. نجم دورتموند أوباميانغ ينافس على لقب هدف الدوري، فرفع رصيده إلى 4 نقاط في 4 مباريات ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين بفارق هدف واحد عن روبرت ليفاندوفسكي. الجولة الرابعة شهدت فوز باير ليفركوزن للمرة الأولى هذا الموسم بتغلبه على ضيفه فرايبورغ ب4 أهداف من دون مقابل. صاحب الأرض هيمن على اللقاء ولا سيما في شوطه الأول، الشهيد على تسجيل 3 أهداف في غضون 13 دقيقة.
في البرتغال نجح بورتو في استعادة صدارة الدوري المحلي بعدما تغلب بصعوبة على مضيفه ريو أفي ضمن الجولة السادسة بهدفين لواحد. أنهى الزائر اللقاء لمصلحته بفرضه إيقاعه في الشوط الثاني. الفوز الصعب رفع رصيد بورتو إلى 16 نقطة في المركز الأول بالتساوي مع سبورتينغ لشبونة الثاني، لكنه يتخلف بفارق الأهداف، بينما ظل رصيد ريو أفي 10 نقاط محتلا المركز الخامس. والآن إلى جولة الصحف مع محمد جرادي. شكرا، السلام عليكم مشاهدينا. البداية من إسبانيا وصحيفة ماركا التي كتبت: عرض نهائي من أتلتيكو مدريد لدييغو كوستا، 55 مليون يورو وعشرة ملايين على شكل متغيرات. الكاتب ألمح إلى وجود كوستا على منصة ملعب أتلتيكو مدريد الجديد خلال مواجهة ملقا. إدارة أتلتيكو أرسلت العرض النهائي لتشيلسي بهدف الانتقال في سوق الانتقالات الشتوية. في إنجلترا صحيفة ديلي ميل كتبت: باريس سان جيرمان متخوف من نفاذ القمصان الخاصة بنيمار واحتمال انتهاء الكمية المتاحة في السوق، حيث باع النادي الباريسي 120 ألف قميص لنيمار الشهر الفائت بمجموع أرباح ناهز 8 ملايين جنيه. وبحسب المقال فإن إدارة بي أس جي ارتفعت نسبة مبيعاتها 75% من الموسم الماضي. عربيا صحيفة عقاد السعودية كتبت تحت عنوان: تنسيق ثلاثي لتجميد استضافة قطر لخليج 23. اتحادات سعودية والإمارات والبحرين تدرس التنسيق مع مواقف بلادها السيادية المعلنة في قطع العلاقات مع قطر. والبطولة التي تنطلق بعد أيام قليلة تواجه أحد السيناريوهات التالية: تجميد البطولة أو النقل إلى دولة خليجية أخرى. وفيها أيضا نقرأ: مونتاري يعيد العميد لسكة العقوبات. على خلفية مطالبة النجم السابق لنادي الاتحاد بمستحقات تناهز 4 ملايين يورو بدوره، يسعى النادي للاستئناف والعمل على تخفيف حكم فيفا. الختام من الشروق الجزائرية وفيها: ساهما في الفوز الساحق لنابولي بسداسية، غلام يتألق بتمريرتين حاسمتين وأناس يدشن الكالتشو. مع الشروق الجزائرية نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة، عودة لمتابعة النشرة. شكرا لك محمد. في الفورمولا 1 لويس هاملتون يحرز الانتصار الثالث تواليا، وهذه المرة في سنغافورة. سائق مرسيدس ابتعد في صدارة ترتيب بطولة العالم بعد إحرازه المركز الأول في المرحلة 14. منافسه اللدود سيباستيان فيتال انسحب من اللفة الأولى بسبب اصطدامه مع كيمي رايكنن. المركز الثاني كان من نصيب الأسترالي دانيال ريكارديو على متن ريد بول، فيما حل سائق مرسيدس فالتيري بوتاس ثالثا. في المحصلة عزز هاملتون صدارته للترتيب العام بفارق 28 نقطة عن ملاحقه فيتال. بإمكانات متواضعة وصعوبات جمة، أطلق الاتحاد الفلسطيني للملاكمة بطولته المحلية الأولى برعاية اللجنة الأولمبية. تقرير أحمد غانم. بطولة فلسطين للملاكمة ليست مجرد بطولة استعراضية بقدر ما هي قفز على جدران الحصار وتأكيد على جدارة المنافسة والإبداع من رحم المعاناة. فالبطولة التي تقام للمرة الثالثة في غزة يسعى الاتحاد من خلالها إلى اختيار أفضل اللاعبين وضمهم إلى صفوف المنتخب الفلسطيني للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية. 40 لاعبا من 6 أندية محلية يخوضون هذه المنافسة، وهي تعد فرصة ذهبية ونادرة لمن انتظرها طويلا في ظل الحصار والإغلاق. تأتي هذه البطولة بهدف بلورة منتخب لفلسطين قادر على المشاركة في البطولات الخارجية القادمة، يهدف أيضا إلى كسب ثقة اللجنة الأولمبية الفلسطينية والمؤسسات القيادية الرياضية من أجل ضخ مساعداتهم في سبيل إنجاح لعبة الملاكمة ومنتخبها من أجل تنصيب فلسطين في المحافل العربية والدولية. انعدام الإمكانات الرياضية كان ولا يزال يمثل عائقا أمام عشرات اللاعبين لممارسة اللعبة، علما أنها تفتقد لكل وسائل الأمان على حد قول اللاعبين، وتندر الخبرات اللازمة لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم. أما الشبح الأكبر الذي يطاردهم فهو الحرمان من السفر نتيجة الإغلاق. يعني الحصار مخانق على اللعب شوية، وفي قدرات ما شاء الله عليها جبارة. أنا في لاعبين ما شاء الله عليهم الحمد لله مستواهم عالي، وإحنا
يعني بدنا نشارك مصر، بدنا نشارك الجزائر، بدنا نصير زي الابطال العرب، ابطال الدوليين يعني على صعيد غزه ظل الحصار. كما كنت اللاعب زي ما هو ما بيطورش اسلوبه من نهائي، ما بيطورش، مش امكانيه يطور نهائي. ما في عندنا حلبه في غزه، في كل غزه الا حلبه واحده في نادي النصر العربي، وهذه الحلبه يعني مش متنقله، يعني ما بدنا حلبه، بدنا حلبه في كل نادي مثلا انه نحن نستفيد منها، بدنا كلفزات لكل لاعب. يعني احنا يعني احنا عندنا في النادي تقريبا بنلعب 10 لعيبه، ما عندناش الا جزئين كلفزات يعني بنبدل فيهم. بنطالب في الاتحاد الدولي واللجنه الاولمبيه الدوليه انها يعني تضغط على اسرائيل، احنا كل ما نيجي نسافر برا نشارك في بطولات خارجيه المعابر بتبقى مسكرة عنا. اللعبة تفتقر بحسب اللاعبين إلى مزيد من الدعم الرسمي، ما يفرض تحييد قطاع الرياضة عن الخلافات السياسية، بما يضمن تعزيز قدرات الأندية ولاعبيها الذين يؤكدون أنهم جديرون بالمنافسة والإبداع. أحمد غنم، غزة، الميادين. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الرياضية المفصلة. لمزيد من أخبارنا دائما الميادين.net. شكرا لكم على حسن المتابعة. تحية رياضية، في أمان الله.